لو انا بشتغل مثلا استقبال في فندق مثلا، ايش المهارات اللي لازم تكون موجوده عندي عشان اتقن هذا المسمى الوظيفي او انجح في المقابله مع صاحب العمل؟ لازم يكون عندي المهارات واضحه صاحب العمل اثناء المقابله، لازم اكون جاهزه للاسئله التي تقال لصاحب العمل، اللي تقال لي من صاحب العمل اثناء المقابله. راح يسالني ليش تبغي ان انا اختارك في هذه الوظيفه. الحمد لله، هذه من جهود لجنة المطاعم والمقاهي في غرفة الرياض من رئاسة الأستاذ عبد العزيز البجادي وأعضاء اللجنة. كانت أحد الأنشطة اللي تقدم لخدمة هذا القطاع. اليوم ملتقى التوظيف للمقاهي والمطاعم في مدينة الرياض هو الأول، جدا الحضور مميز من الشركات اللي تقدم خدمة العمل أو إتاحة فرصة العمل لطالبي العمل. أكثر من 50 شركة موجودة معنا اليوم. أيضا المقدمين على طلب العمل تجاوز أكثر من 300 طلب وظيفة اليوم من الصباح بدري، الناس تحت لهم الفرصة أنهم يجلسوا مع الشركات ويشوفون الفرص المتاحة في هذا القطاع. لما نشكر غرفة التجارية على تحت هذه الفرصة لتقديم هذه الخدمة للشباب والفتيات من في مدينة الرياض. واليوم قطاع الفود في شقيه مطاعم ومقاهي في فرصة مناسبة جدا للبحث عن وظيفة وإيجاد الذات من خلال أنه الإنسان يحصل على وظيفة متاحة في هذا المجال. كان التنظيم جيد ممتاز بشكل عام. طبعا احنا مو اول مره نحضر الملتقيات الخاصه بالتوظيف، ومن الملتقيات صراحه الرائعه اللي احنا نكون فيها ومتواجدين فيها، وخاصه يعني من الغرفه التجاريه اللي بالرياض. بسيط المعرض، واضح للكل، الدعوة كانت واضحة. طبعا الوظائف نوعية عندنا، إدارية في الخطوط الأمامية للشركة، ومتاحة الفرص للجميع. طبعا احنا من أول بوزيشن نبدأ مع خلينا نقول مثلا الخطوط الأمامية إلى ما خلف الخطوط الأمامية اللي هو بالمكاتب. في عندنا خطط تطوير الموظفين وتعليمية وتنميهم لما يمسكون مناصب إدارية سواء في الخطوط الأمامية أو في المكاتب عندنا. مو غريبة على غرفة الرياض إن أبدا كل شيء مرتب، كل شيء مثل ما توقعنا، وكل مرة يصير أحسن من المرة اللي قبلها. الترتيب جدا ممتاز، الإعلان، كل شيء كان الحمد لله مثل ما توقعنا. وللأمانة إحنا كثير 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 إنه نحتاج لهذه الملتقيات عشان تعرف كHR وإن نكتسب مواهب جديدة وكذا، جدا تفيدنا. المعرض مرتب منظم، الكويس إنه الكل يعرف، بعض الشركات مو معروفة، ما يعرفوا إن في إتاحة فرص، فهذه فرصة للناس اللي تحتاج الوظائف هذه.